السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة بوكيمون شاينينج بيرل. نستكمل الحلقات السابقة اصدقائي. حسنا، يظهر لنا احد البوكيمونات الان، وايلد شاينكس، شاينكس البري. نخرج شمشار. بوكيمون الناري لدينا هو بوكيمون كهربائي. حسنا، نختار باتل، اختار هجوم الامبير اللي هو هجوم النار. يتضرر النصف أصدقائي، يستخدم الصدمة الكهربائية، نتضرر قليلا من الصدمة الكهربائية. نستخدم هجوم النار مرة أخرى، نهزم تشاينكس أصدقائي، تشاينكس يفقد وعيه، وننتصر على تشاينكس. نكتسب الكثير من نقاط الخبرة ويصبح في المستوى الثامن شيمشار. حسنا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصل لكم جميع الحلقات الجديدة أول بأول، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات أيضا أصدقائي، والدعم المستمر للقناة حتى نستمر في نشر الحلقات الجديدة أول بأول. ولا تنسوا اللايكات والكومنتات أيضا أصدقائي، والقلوب الصفراء والدعم المستمر للقناة حتى نستمر في نشر الحلقات الجديدة أول بأول. حسنا، نستخدم هجوم النار مرة أخرى، نقضي على كريكوت بضربة واحدة سريعة، نكتسب بعض نقاط الخبرة أيضا. حسنا، نتقدم، ما زلنا مستمرين. حسنا، ننظر في الخريطة، لا يوجد خريطة معنا. في الحقيبة أعتقد يوجد خريطة لدينا. لا يوجد خريطة لدينا. حسنا، استمر في التقدم. هل قد وصلنا لهنا؟ نتعارك مع هذه الفتاة. نبدأ المباراة الآن. لديها بوكيمونين، تخرج بيدوف أول بوكيمون لديها. حسنا، نخرج شيمتشار، نختار باتل، نختار هجوم النار مرة أخرى. يتأثر أكثر من النصف، تقريبا ثلاثة أرباع. يستخدم هجوم النطحة، لا يتأثر كثيرا بوكيموننا. حسنا، نستخدم هجوم النار مرة أخرى، يفقد وعيه بيدوف. نكتسب بعض نقاط الخبرة أيضا منه. حسنا، ستخرج الآن بوكيمونها الثاني أصدقائنا، أيضا بيدوف ماء آخر المستوى الثالث. حسنا، استخدم هجوم النار مرة أخرى. يتضرر كثيرا. يستخدم بيدوف هجوم النطحة، نستخدم هجوم النار مرة أخرى. يتضرر بيدوف، يفقد وعيه الآن. وبدأ يعود إلى كرة البوكيمون الخاصة به. حسنا، اكتسب بعض نقاط الخبرة، 16 نقطة خبرة. نهزم ناتالي الفتاة، نحصل على بعض النقود 348. حسنا، نستمر في التقدم أصدقائي بين الحشائش. يوجد هنا أيضا فتاة، نتقاتل معه أصدقائنا. لديه بوكيمون واحد لوغان. حسنا، لديه تشاينكس الكهربائي التي تو قتلناه، تشاينكس البري. حسنا، اختار فايت. حسنا، شمشار هجومه يضعف، ليفل خمسة، هذا المستوى الخامس تشاينكس اصدقائنا. حسنا، استخدم هجوم النار، ينقص النصف تقريبا. تشاينكس استخدم هجوم لمعان العيون ويضعف ماذا؟ يضعف الدفاع لدينا. حسنا، نستخدم هجوم النار مرة أخرى أصدقائنا، ونقضي على تشاينكس المستوى الخامس، ونكتسب المزيد من نقاط الخبرة. نكتسب 38 نقطة خبرة، ولكننا ما زلنا في المستوى الثامن. ونهزم لوغان أصدقائي، يبدو لوغان زعلان. نحصل على بعض المال من لوغان. حسنا، نتقدم أصدقائي. يوجد فتى آخر هنا تحدث مع، لكن لا يريد القتال. يوجد كرة هنا نحاول الحصول عليها. حصلنا على بوشن، نحصل على جرعة أصدقائنا. يخرج لنا بوكيمون بري وهو كريكوت. نستخدم مرة أخرى تشمتشار، نستخدم هجوم اللهب أصدقائي، سوبر افكتيف، تأثيره خارق عليه اللهب، ونقضي عليه بضربة واحدة. هذا تأثيره خارق جدا. كريكوت يفقد وعيه،
نكتسب بعد نقاط الخبرة 19 نقطة. نخرج من الحشائش، نتقدم إلى الأمام، نصل إلى مدينة جبلي في سيتي. مدينة جبلي في، ها هي الفتاة دون. Are you catching Pokemon؟ هل أنت مسكت بالبوكيمونات؟ أعتقد أنا أشعر بالأكثر أمان إذا أمسكت أكثر بوكيمونات أكثر. هنا يوجد الكثير من المدربين في المدرسة كما تعلم. حسنا، ستذهب الآن نبحث عن بوكيمون سنتر، عن مركز العناية بالبوكيمونات. نقوم بعناية البوكيمونات الخاصة بنا، نستعيد كامل طاقتنا. نذهب إلى الممرضة جوي، تقوم بعلاج بوكيموناتنا. نختار يس. ليس لدينا سوى بوكيمون واحد حتى الآن، هو تشيميتشار أصدقائنا. نقوم بعلاجه. تقول لنا شكرا على الانتظار، نرجع نراك مرة أخرى. حسنا، أخرج من بوكيمون سنتر. هذه مدرسة التدريب، الخطوة الأولى للمدربين. ندخل مدرسة التدريب ونرى ماذا يوجد بها. ها هم المدربون أصدقائنا. نتحدث مع هذا الفتى. ويقول لك المعركة أفضل طريقة للتعلم، هل تريد أن تعاركني؟ حسنا، نبدأ التعارك مع أصدقائنا، نرى ماذا سيقوم بتعليمنا. لديه بوكيمون، من هو أبرا؟ لديه أبرا أصدقائي، إنه من البوكيمون النوع الذهني. نخرج تشيميتشار، البوكيمون الخاص بنا. نختار باتل، نختار هجوم النار. لديه المستوى السادس أبرا. حسنا، نستخدم هجوم اللهب، لم يتأثر كثيرا ولكنه يحترق بيرن، بسبب الاحتراق يتأثر يتضرر. هجوم الشعاع يستخدم. حسنا، يتأثر ولكن ليس كثيرا، لو مستوانا أعلى منه أصدقائي. نحن في المستوى الثامن. يتأثر بسبب النار، يحترق قليلا، يتضرر قليلا. أبرا، نستخدم هجوم النار مرة أخرى. يستخدم هجوم الشعاع الشحن. نستخدم هجوم اللهب مرة أخرى. اقتربنا جدا من القضاء على أبرا أصدقائي. أبرا يفقد وعيه الآن. انتصرنا على أبرز المستوى السادس. نكتسب بعد نقاط الخبرة 60 نقطة خبرة. يتطور تشيمتشار للمستوى التاسع. ال اتش بي يزيد من 27 زائد نقطتين، والاتاك الهجوم نقطتين، والدفاع نقطة واحدة، الهجوم الخاص نقطتين أيضا، والدفاع الخاص يزيد نقطة، والسرعة يزيد نقطتين. تشيمتشار يتعلم هجوم هجوم شبيه بالنطح أصدقائي وشيماء. حسنا، تمت هزيمته وحصلنا على بعض النقود أيضا 408. نحاول التحدث مع الفتاة الأخرى، هل تريد أيضا قتالنا؟ حسنا، نقاتلها، تريد القتال أيضا. وتعارك معها، لديها بوكيمون واحد فقط، كريستين. تخرج أبرا أصدقائي. لديها أبرا أيضا. حسنا، فلنرى، نحن الآن في المستوى التاسع. أبرا التي لديها في المستوى السادس أيضا. نستخدم هجوم اللهب، يتضرر أبرا تقريبا النصف. يستخدم هجوم الشحن أيضا مرة أخرى، تشارج بيم، شعاع مشحون. حسنا، يستخدم هجوم اللهب مرة أخرى. أبرا يتضرر هذه المرة، نهزمه بضربتين فقط أصدقائي بدون أن يحترق. حسنا، اكتسب نقاط خبرة 54 نقطة. أبرا الخاص بالفتاة أضعف من أبرا الذي كان مع الفتاة، أعطانا 60 نقطة. الذي كان مع الفتاة هذا أعطانا 54 نقطة فقط. حسنا، تحدث مع الآخرين إذا أرادوا القتال أو شيء ما. لقد أوصلنا البارسل، أوكي. حصلنا على خريطة العالم أخيرا أصدقائنا، حصلنا على خريطة المدينة. حسنا، تفقد الحقيبة. نخش على الباك. بدون باك أصدقائي. ها هي النيو مكتوب عليها التاون ماب. ها هي الخريطة أصدقائنا. نحن هنا الآن في روت 202.
أو بعد رود في المدينة، عفوا جوبليف سيتي. حسنا، أنا أبحث عن شخص آخر إذا يريد القتال أو تحدينا. لا أحد يريد التحدي، نجرب هذول نتحدث معهم ثانية. حصلنا على تي ام اش 10 اس على هجوم التعليم. ورك اب، حسنا هجوم ورك اب. حسنا، تحدث الفتاة، قد تعطينا اي شيء ايضا هي؟ على ما يبدو لم تعطينا شيء. حسنا، نخرج من هنا من مدرسة التدريب، نعود ثانية. من هذا؟ حسنا، أنت بوكيمون، مدرب بوكيمون، ولكن لا تملك البوكيتش بعد. يا ساعة البوكيمون. حسنا، أنت قضية نادرة بالفعل. حسنا، نتحدث معه، نرى ماذا يريد منا في الآخر. يعطينا البوكيتش. حسنا، لا يعطينا أي شيء. نعود ثانية إلى البوكيمون سنتر، نقوم بعلاج بوكيموننا مرة أخرى. وتمت معالجة تشيمتشار بنجاح أصدقائنا. شكرا لك على الانتظار. حسنا، نغادر الآن، نخرج من البوكيمون سنتر، نذهب لمكان آخر. تحدث مع الفتاة ذو الشعر الأخضر الغريب. هذا المبنى مبنى جبلف كوندو مينيموز. أوكي، لا يهم، نتحدث مع هذا الشخص. حصلنا على كوبون 3. حسام، محط التلفزيون هنا، تحدث مع هذا الشخص مرة أخرى. نبحث إذا يوجد جيم في هذا السيتي، في هذه المدينة، أو نخرج من هذه المدينة. نذهب إلى اليسار، يوجد جسر هنا، يوجد فتاة غامضة هنا، نتحدث معها. كانت متواعدة مع صديقة انهم يتلاقوا هنا، ولكن لم تره، لم يأتي الى المكان الذي تواعدوا اللي يلتقوا به. حسنا، نعود ثانية الى نفس المدينة، هي جبلي في سيتي. نختار الخريطة تاون ماب، مهمتنا هي find the three clowns around the city، اللي هو إيجاد 3 مهرجين حوالين المدينة. والإجابة الصحيحة على كل كويز أو اختبار من الأسئلة. حسنا، يوجد 3 مهرجين في هذه المدينة. حسنا أصدقائي، هنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة بوكيمون شاينينج بيرل. نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.